سلام كبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحوال جيده. شحال هادي في الصراحه ما درتش لكم شي فيديو بحال هكا. وصفات طبيعيه اللي كيكونوا غزالين وعن تجربه. وعلاش ما كنديرش لكم دائما الوصفات؟ حيت كنبغي كيف كنقول لكم دائما الوصفه نديرها في راسي ونتبعها واحد المده ونشوف واش دارت لي شي نتيجه اولا لا. الا لقيت عليها شي نتيجه وارتحيت فيها راه كنشاركها معكم. ما لقيتش النتيجه وما عجبتنيش اولا ما دارت لي شي حساسيه اولا ما عطاتش شي نتيجه اللي هي زوينه او المهم ما كنشاركهاش معكم. مهم غزالاتي، دابا ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الماسك ديال الشعر غزال 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 بزاف بزاف بالنسبه للناس اللي عندهم زغبه ناشفه او وليداتهم عندهم زغبه ناشفه. هذا الماسك غزال يديروه الكبار والصغار وما فيه شي مواد اللي هما خايبين، بالعكس مواد طبيعيه وزوين للشعر البنات بزاف بزاف. مهم غزالاتي، بما انه هاد الايام كاينه لافوكا راها موجوده ورخيصه. هنايا انا عندي واحد الحبه ديال لافوكا، كيف كتشوفوا هنا عندي انا طايبه، خليتها حتى طابت مزيان. عاد غادي نديرها ماسك كتعطي واحد المفعول اللي هو غزال البنات. المهم غادي نحتاج هنايا حبه ديال لافوكا، غادي نديرها في الخلاط او الى عندكم الباتور ممكن تخلطوا به. غادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال العسل حر، من الاحسن البنات يكون عسل حر باش كيعطينا واحد النتيجه اللي هي زوينه. واللي ما عندوش العسل الحر ممكن يدير هذاك العسل الزمزمي او لا، المهم يدير مهم عسل اللي يكون يعطيه نتيجه اللي هي زوينه. المهم معلقه كبيره، غادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون. بالنسبه اللي عنده زيت الكوكو او جوز الهند يديرها، راه كتعطي حتى هي واحد الترطيب اللي هو زوين للشعر. انا غير ما بقاتش عندي، اما راه هي اللي كندير دائما زيت ديال الكوك، راه ما كتخطانيش ولكن لقيتها سالات ليا. دابا غادي ندير الماسك اللي كنديرو للشعر او الديميلور اللي كنديرو للشعر، غادي نديرو منه واحد معلقه كبيره وصافي. هذا هو الماسك ديالنا البنات. اللي ما متوفرش عنده الماسك ديال الشعر او الديميلور ممكن يعوضو بمعلقه كبيره ديال مايونيز، او لا يدير واحد المعلقه كبيره ديال دانون طبيعي، دانون مسوس ياورت طبيعي. صافي غزالاتي، غادي نخلط هاد المكونات كاملين وغادي نوريكم لا تيكستور ديال الماسك ديالنا وغادي نقول لكم الطريقه ديال الاستعمال ديالو. كيف كتشوفوا معايا البنات، هذا هو القوام ديال الماسك ديالنا. كيف كتشوفوا كيجي فيه واحد القوام اللي هو كريمي. بالنسبه لهذا الماسك البنات راه مغطي رائع للشعر وفي نفس الوقت كيطلق لنا الزغبه. لافوكا راه عندها فوائد اللي هي كثيره 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 للشعر وحتى البشره. بالنسبه اللي عندها البشره جافه ممكن انها دير الماسك ديال لافوكا حتى هو ان شاء الله. دابا نشاركو معكم كيليق في هذا البرد عفوا. المهم غزالاتي، بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال طريقه ساهله مهله. فاش كنكونوا هكا غادي الحمام اولا بينا ناخذ دوش في الدار، كنابليكيوه على الزغبه ديالنا، ما كنديروهش البنات في الجدر او لا في جلده ديال الراس، كنديروه غير في الزغبه ديال الشعر ديالنا. وكنبداو هكا كنماسيو الزغبه، كنجبدوها هكا بحال لا كنديرو الترطيبه او لا كنديرو شي كريم بينا ندخلوه للزغبه ديالنا. كنبداو كنماسيو الزغبه مزيان مزيان حتى كندخلو ليها هذا الماسك، وكان حتى تنساليو الشعر ديالنا كامل. وكنديرو سلوفان او بلاستيك غذائي كنديروه على الشعر ديالنا كندوروه، وكنديرو زيف حياتي وكنخليوه تقريبا واحد ساعتين حتى لثلاثة ديال السوايع. المهم ما تفوتوش ثلاثة ديال السوايع، ساعتين ثلاثة السوايع راه كيكون تغدى الشعر ديالنا او الزغبه ديالنا، وديك الساعه كنغسلوه
وشحال من مره غادي ديروه؟ غادي ديروه جوج نوبات اولا مره في السيمانه. اللي عندها شعرها ناشف بزاف ممكن انها دير جوج نوبات، واللي عندها غير شويه ديروا غير مره، راه كافي في السيمانه. ولكن خاصكم تبعوها البنات في النتيجه الاولى، في التجربه الاولى راه كتبان لكم النتيجه، ولكن مع الدوام فاش كداوموه راه اكثريه هاد الوقيته كيف قلت لكم استغلوها. لافوكا راه موجوده، ديروه وشوفوا. استغلوا هاد الايامات كيف قلت لكم، ديروا في هاد البرد وغادي تلاحظوا واحد النتيجه اللي هي غزاله في الشعر ديالكم او في الشعر ديال الوليدات ديالكم الا كان ناشف. مهم غزالتي غادي نشارك معكم هنايا الطريقه في الشعر ديال بنتي اميره، يلا جات من المدرسه. المهم الطريقه راه سهله سهله وبسيطه، وكيف قلت لكم راه ديروا هكا لوليداتكم، ما عندكم منش تخافوا، ما كيدير لا حساسيه لا والو. بالعكس كيطلق الزغبه بالنسبه للوليدات اللي عندهم الشعر ناشف او البنيات اللي عندهم الشعر ناشف. المهم كنبقاو هكا كنابليكيو على الزغبه، كل زغبه كنديروها هكا وكنبقاو نمسيوها حتى كيدخل ليها، ما نديروش في الجدر ديال الشعر او في لي غاسين حيت فيه الزيت، وعفتو راه الزيوت ما خصناش نديروهم في الجلده ديال الراس، كيديروا لنا القشره، هما السبب ديال القشره. بالنسبه لي كيدير الزيت في شعره، في جدر ديال شعره او في لي غاسين، راه يعرف انه الا كانت فيه القشره انه دوك الزيوت هما السبب، هما اللي كيديروا لنا القشره في الشعر ديالنا. دائما نديروا الا كان شي ماسك فيه شي زيوت اولا شي حاجه نابليكيو غير على الزغبه ديال شعرنا وصافي راه كتغدى. وهنايا البنات في هذا الماسك هذا ممكن تزيدوا الزيوت اللي بغيتو، ممكن ديروا زيت اللوز، ديروا زيت لافوكا، ديروا زيت الخروع، المهم اي زيوت متوفرين عندكم وبغيتوا تضيفوهم ضيفوهم. ولا ما عندكمش حتى داك الطحانه اولا المولينيكس باش تطحنوا، ممكن انكم ديروا غير تبعصوا هذيك لافوكا غير بشي فرشيطه اولا بشي معلقه، حيت هي ديجا قلت لكم تتكون طايبه يعني دغيا دغيا كتولي لنا اون بات، داكشي باش ما تحتاجوا كاع ديروا الباتور اولا ديروا مولينيكس وصافي. غزالاتي كيف كتشوفوا غادي نعمر الاميره شعرها مزيان مزيان، وغادي ندير ليها السلوفان، غادي ندوروا ليها على راسها، غادي تشوفوا معايا الطريقه في الفيديو كيفاش، وغادي ندير ليها واحد الخريقه ديال حياتي وغنمشيو ان شاء الله للحمام. صراحه بيت ندير واحد الماسك اخر ولكن ما بقاش عندي الوقت باش نصوره، ان شاء الله مره اخرى نصوره لكم. كيف كتشوفوا غادي نجمع لها شعرها منين نجيو من الحمام ان شاء الله باذن الله. غادي نشارك معكم النتيجه كيف تيخرج الشعر، تبارك الله كيخرج غزال البنات، رطب واحد لابغيونس فيه واعره. جربوا هذا الماسك وردوا عليا الخبر وقولوا لي كيف جاكم، راه ما غاديش ندموا عليه، وكي شفتوا الطريقه سهله مهله وزعما راه ما ياخذش معكم الوقت، ممكن تقادوه في دقائق. وكيف قلت لكم وكنعاود نقول لكم استغلوا هذا الوقت هذا اللي كاينه لافوكا موجوده ورخيصه، استغلوا ديروا هذا الماسك هذا لوليداتكم ولريوسكم، راه ماسك يستاهل انكم ديروه، حيت انا لقيت عليه واحد النتيجه اللي هي غزاله لا ليا ولا لبنتي. وداكشي باش قلت علاش لا ما نشاركش معكم اي حاجه كتعجبني وكنرتاح فيها كنشاركها معكم باش تعم الفائده وكلشي يستافد. وكنتمنى حتى الفيديو تبارطاجيوه مع العائله ديالكم واصدقاء ديالكم باش اللي محتاج هذا الماسك يديرو. مهم غزالاتي ها هي النتيجه، شوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله كيف كيخرج الشعر. هنا راه شفتو لا غير بالششوار من الماء فاش جينا من الحمام وصافي، وشوفوا على واحد لابغيونس اللي كتعطى فيه وواحد رطوبيه غزاله.
وحتى لي بوانت كيتغداو ليكم ما كيبقاوش هكاك مهرسين. والماسك راه يستاهل انكم تجربوه. المهم ما غزلاتي حنايا هنا راه شي رابع مره اولا خامس مره اللي كنديروه وعطى نتيجه اللي هي زوينه. كنتمنى انكم حتى نتوما تجربوه وتكتبوا لي في لي كومونتير كيف جاكم الماسك. وبسلامه غزلاتي، وكنتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم.